لك شو جنيت انت؟ ما بيصير بالعرس. اذا بدنا نستنى اكثر من هيك ما رح تزبط. العلاقه بيناتنا بلشت تفتر انا ولما. اذا بدنا ناجل العرس اكثر من هيك بجوز نوصل للعرس كرهانين بعضنا. منصور معه حق. لا امتى بدها تستنى لما؟ اصلا انا عم بحكي مشان لما، مو حلوه بحقها. لك يا اخي يا سعيد، لما ما عندها مانع. اخي هلا ما عندها مانع لانه يأسانه، بس بعدين رح يصير عندها مانع ورح تندم كمان. ليش لحتى تندم؟ بالعكس، يلي بدها تحطهم تكاليف عرس تربحهم. بالله شو؟ وحكي الناس، شو رح يقولوا الناس لما رح تتجوز بالعرس؟ رح يقولوا اكيد فيها شيء عيبه. لك عيفنا يا عيفنا، يقولوا شو ما بدهم يقولوا الناس، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، يقولوا شو ما يقولوا، حبيتك انت وبس، لو فيها شيء عيبه من الاساس ما كنا تجوزنا. اخي ابني منا، نحن بيت النايحه، شو بدهم يقولوا لما بنجوز اخونا بالعرس؟ بدك تساوينا علكة على لسان العالم مظهور؟ لك نصير علكة يا اخي، نصير علكة؟ انا ما بحسن اجل اكثر من هيك. ومين قال لك تاجل؟ ما معي مصاري. لك ولو، انا شو عم ساوي؟ ديبك انا، انا ديبك. عرسك مو هذا الخميس، الخميس اللي بعده اجل لي اياه بس ليخلص الفحص. سعيد دخيلك لا تضرب على صدرك، منلك انت؟ شو يعني؟ مالي قد انا؟ لك قد اخي، بوس ايدك قد، بس هلا يعني ظرفك صعب. لك اخي لو مالي واثق من كلامي ما بحكي انا، مت ما فهمتك، عرسك مو هذا الخميس، الخميس اللي بعده، بتروح بتبلغ بيت احماك. اخي سعيد فكر. لك ما بدي فكر، انا ما بفكر، عم تفهم؟ ولا بدي حدا يقول لي فكر، مت ما عم فهمك. هي الدنيا يوم الك ويوم عليك، صار لها 16,000 سنة علي، خليها يوم الي، وهذا اليوم الي رح اهديك اياه، عرسك علي هو وكرسته والطنطنة تبعه. عصام؟ دقلي هالكبة، عاملتها خصوصي كرمالك. كيف؟ تجنن. لك مطرح ما يسري يمري ان شاء الله. اعطيني واحدة ثانية. حطيك مشوية هالمرة، شو رأيك؟ لا مشوية ما بحبها. ما بتحبها؟ بلاها، وأنا كمان ما بحبها. كرمالك ما عاد حبيتها، من هون ورايح ما عاد ساوي لك إلا كبة مقلية. لك يسلموا إيديكي. وإيديك، تفضل. لك إن شاء الله صحتين وهنا مطرح ما يسري يمري. عصام انت بس قلي شو بتحب وانا كل يوم بعمل لك شغلة، لانه بخاف اذا ركزت على الكبة تقوم معدتك ما تتحمل ويصير معك نفخة. ما تخافي ما بصير نفخة، معدتي مثل المطحنة بتتحمل كل شيء، لك صار عندي مناعة. بس تتجوز لازم تبطل اكل المعلبات. عصام مرتك لازم ما تطبخ لك غير من هالاكلات. خلاص وقت تتجوز بجيب مرتي وبجي لعندك، خليها تسوي دور عندك. وشو رأيك انه انا اطبخ لك بعد ما تتجوز؟ انا من ناحيتي ما عندي مانع، بس ما بظن مرتي توافق. بتغار. ما بتغار، إذا كانت هي نفسها اللي عم تطبخ. ركز معي عصام. إذا نفسها طبعاً، بس إذا أنت عم قول يعني. مفترض إنه أنا، شبنا عصام شبنا، بعرفك بتنقطع الطاير، ركز شبنا. والله عم ركز. صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير، لك الله لا كان جاب الغلا، كنت تأخر لك شوي. متأخر نص ساعة أكثر من هيك؟ إيه روح اقعد عند خطيبتك، ما بدك تشوفها؟ لسه ما صارت خطيبتي. ليش ما اتفقتوا؟ مو قصة ما اتفقنا، بس يعني لسه ما صار في شيء هيك رسمي. للتف. شلون بده يصير في شيء رسمي إذا طول النهار قاعد بخلقتنا؟ روح لعندها. يعني أنا شخصيا حابب أقعد هون، بعدين أنا إذا بتريدي إلي مترين مربعين بهذا المكان بقعد فيهم إيمت ما بدي، صح ولا مو صح؟ كبي على بكرة الصباح بصير معك نفخة، اسألني أنا. اسأل الله. قوم عصام قوم قوم، خلينا نروح نشرب لنا شي فنجان قهوة برا. ايه ليش لا؟ يلا سهيل امروا معنا. انا مالي معزوم معكم. ايه فعلا مالك معزوم. شو معزوم ما معزوم؟ العزيمة الكل. يلا يلا مشي معنا يلا. لكن بركي عنده شغل، بركي بده يشوف خطيبته. شو الشغل؟ اللي بيسمع يقول الشغل مقتل بعضه. يلا سهيل يلا. ايه مثل ما بدك. قال اذا جنوا ربعك عقلك ما عاد يهديك. شرف. تفضلوا. تفضل. اطقني. شيت التدبير منزلي والفحص فلسفي. يا هي عمي منصور كتب لك اياها مو انا. تضرب انت وعمك. ابي يلا اعطيني موضوع الفلسفه خلصني. اكتبه لحالك. بابا انا ما بفهم بالفلسفه.
شغل مخك ولا ما يستر عرضك برصب بعدين برصب انا ماشي هات المسودة وقعد ينتبه سلام حطها وكون حطها افتح المقص عندك مين حسام المايحة؟ انا استاذ ضب وراءك والحقني وانت كمان عفوا عفوا بس احكي معك كلمتين طول بالك معوني كلمتين بس معيتها خذ واعطيه معي بالحكي شوفي هو مو سبه انا اللي فتحت المقص وسحبت المسوده شو اعمى ما انا شايفك لك اخي ابني ما بيقدر اذا ابنك ما لازم تستغله لك الحق على مديريه التربيه اللي حطتنا على بعض ابو ابنه ونحن بيت النايحه يعني دمنا بيحن على بعضنا يا سيدي المره الجاي ما رح احطكم ورا بعض فلذلك ضب وراقب والحقني خلص دبرنا يا المره يا عمي اول مره دبرناها الثانيه دبرناها الثالثه خلص لك يستر على عرضك خليني كمل بعض خلص لك دبر ماشي نحن لازم نتحنن على بعضنا الله يديمها شو الله يرضى عليك ضبيطه وهو ينقل الله لا يوفق شلون بدي كفي هيك انخرب بيتي انا وانا عم اقول هيك فلذلك هي ضب وراك وامشي يا سيدي انت واحد لئيم وانا جاي على بالي ادحك بكلي بنص عيونك احرمك تراقب طول عمرك بس مو كاسر ايدي غير هاد يا بي ابوك فرط راحت عليه بي املنا فيك بالبكالوريا بيبك انا يا بي نايحه ماشي تفضل الله لا يوفق السلام عليكم المدام عزمتك بكره على العشاء عاملين حفله صغيره للمدرسين اللي علموا لبيب ناسبت نجاحه نجاح اي نعم نجاح والسيد سعيد كمان معزوم اي ساعه الساعه 8 سلمني كثير على المدام وقلنا ان شاء الله نجي الله يسلمك يا رب عن اذنك مدام مع السلامه صباح الخير سيدنا صباح الخير صباح النور سيدي انا بعت السيد المدير العام قال لي بتروح لعند السيد مدير مكتب السيد معاون السيد الوزير سيدي شو الاسم بالله السيد سعيد النايحه سيدي سعيد النايحه نعم انت السيد الوزير اللي طالب شو عفوا سيدي لا تفضل تفضل سيدي شكرا قالوا لي سيدي شغله خطاب ما خطاب ايه مثل ما بتعرف استاذ سعيد كل مسؤول عنده معاونين ومستشارين لانه ما عنده وقت يتابع كل التفصيلات صحيح شو بده يتابع ليتابع سيدنا وزير هذا اذا بيفضل يحك جلده راسه بيكون نعمه سيدي ومن ضمن هالشغلات بيكون في عاده شخص عم يعد له المقالات الصحفيه والكلمات مو هيك نعم سيدي هيك نعم بسموه عاده الناطق الصحفي الناطق الصحفي هي فوق مستواي سيدي انا مواطن ما بعرف بس بيقولوا في هيك شيء ناطق نعم سيدي والناطق تبعنا هلأ ما هو موجود سافر إلى الخارج للعلاج من شان هيك نحن احتجناك يا سيدي الله يعافيه ونحن جاهزين شو بتأمروا رقبتنا سدادة ديبكن نحن سيدي السيد الوزير هلأ عنده كلمة بمناسبة تدشين منشأة تابعة للوزارة رح يكون فيها ضيوف من برا وصحافة وخلافه لذلك ما بنقدر نعتمد على حي الله واحد طبعا سيدي مشان ما يصير فضايع شرلي غروي ينصبوا الفاعل ويجروا المفعول به لا فضايع ما بيصير السيد الوزير رجل خطيب عنده قدرة عالية على الارتجال بالارتجال ما حدا بيوقف قدامه بس يعني نحن بدنا كل شيء يكون منهجي ومدروس لا عفوا سيدنا أنا مو تشكيك بقدرة السيد الوزير على الإلقاء والخطابة وشو بتأمروا نحن جاهزين سيدي ديبكن حيوا نحن نسيت بهالورقة عندك مكتوب أهم الخطوط الواجب التركيز عليها وبالنسبة للغة ما بدك مين يوصيك لا ولو شغلتك هي ولو سيدي بتاخده خطاب نخب أول سوبر كروزو سيدي انت حدا عم يضايقك بالدائرة لا لا الحمد لله كلهم خير وبركة انت شو شغلتك هنيك أنا موظف قسم الذاتية سيدي موظف عادي نعم عادي يعني مو رئيس قسم؟ ما بحق لي لاني انا سيدي معين على الكفاءة ما اخذت البكالوريا، عم نقدمها وعم ناخذها بس انا التاني حمالي حالي لعنا غير لا اخذها قبل النايحة انا سيدي. طيب شو قصتك مع اللغة العربية؟
هذا سيدي انا جربز باللغه منذ نعومه اصفاري، من وقت ما كنت طفل. سبحان الله، ملكه ربانيه سيدي هي. كنت دائما بكل المناسبات، عيد الشجره، عيد الفلاحين، عيد العمال، عيد صغار الكسبه، دائما انا اللي اخطب سيدي واكتب خطابات للموجه كمان. دارت الايام وصرنا بدنا نكتب خطاب بالخميس سيدي، ما بجي سيدي حدا. بس حتى بالبكالوريا هلا انا بكل المواد ما بنجح، بس بالعربي ما بتسطح سيدي. يعني كل المواد بتسطح والعربي بنجح. فهمت عليك. طيب روح هلا انت وتفرغ لي للخطاب. يلا على عيني سيدي، لا تواخذونا كثرنا حكي، بس مدري ليش بكت. حيو سيدي حيو. السلام عليكم. الله معك. لك الدمح قليل فيك انت، طلع الشعر على لساني وانا قلكم درسوا درسوا. ام الاسئله اجت صعبه، شو بسوي بحالي؟ ما في سؤال صعب طالما جوابه موجود بالكتاب. لو عم يجيبوا لكم من برات الكتاب كنا قلنا. ابي كان ملخص الفلسفه، قلت لحالي بضمن النجاح بالموضوع. هلا بده يحط كل الحجه فيك، تحمل اذا بتتحمل. ها شرف الزمور. شو انت كمان؟ انضربت، نقصت كثير بالاجوبه. لك شو بدي احكي، مليت من الحكي. لو عم نقصر بتدريسكم كنا قلنا، بس عم نعلمكم وعم نفهمكم وعم نأمن لكم احسن ظرف. خلص امي خلص، جوزوني وخلصوا مني، انا مستعدة اتجوز سمير ابن عمي. لسانك بقصه اذا بتحكي هالحكي مره ثانيه، فهماني؟ قومي لشوف بلا زمور. سنت الجايه بدي احطك بمدرسه خاصه، بدي خليكي تجيبي علامات وتدخلي طب. خلص هذا قرار. من ما بيفهم، لا بتنفع لا مدرسة خاصة ولا عامة. بتفهم أكثر منك، بس هي ما عندها ثقة بنفسها. إجا علاء لنشوف الثاني شو عامل كمان. طمني أمي، شو؟ ممتاز، اليوم تحديداً بهي المادة بالذات ممتاز. أقل من العلامة الكاملة التامة بعلامة أو بعلامتين. لك يقبرني لألمعي، تعا أمي أعطيني بوسة، تعا. أمي هذا اسمه تمييز، وسياسة الكلب بمكيالين ما بتزبط معي أنا بنوبها. هو بتستقبلي بالهلاهيل وأنا بتستقبليني بالولويل، لأنه هو ابن البطة البيضة أنا ابن البطة السوداء. لك شو بطة بيضة وبطة سوداء؟ على شو بدي هللك أنت؟ على إهمالك وكسلك ولا على خيباتك المتلاحقة؟ أمي بضلي ابنك، شو ما عملته لو كنت أجحش شخص بالعالم أنا بضل ابنك. حملتيني شو وقت 9 شهور فكري؟ ليش واقف قدامي أنت؟ عم بتفرج أمي عم بتفرج. روح دروس يلا. رايح ان شاء الله المادة الجاية يا ماما مو اقل من العلامة التامة. النوب الله بيقصر عمرك. بس ها امي هي اجا جوزك. مساء الخير. اهلين. مساء النور. اسف بابا. خلاص اللي صار صار، اللي شرب البحر ما بيغص بالسائل. ما اخذناها هي السنة بناخذها السنة الجاية، شو ورانا؟ المهم انتو طمنوني شلون؟ الله لا يعطيك عافية. فهمت؟ مو كلون شي هيك وشي هيك. شلون يعني؟ علاء ممتاز يقبر قلبي، سلوى زفت، حسام نص على نص. اليوم قبل اليوم، اليوم تحديدا ها بالذات، اقل من العلامة الكاملة ها التامة ما ممكن اقبل، بقدم اعتراض قلت لها لامي. المهم يمرق واحد من العيلة، ما بدي البكالوريا تحطم العائلة كلها. اما اليوم يا ابي صارت لك قصة بهالامتحان ما بتصدقها اذا بحكي لك اياها. شو صار؟ في واحد قاعد قدامي طويل كبير بيجي اطول منك يعني ابي. اجا بده ينقل، بحط ايده عليه المراقب هيك لقطه، زدته برات القاعه وضحكنا عليه كلياتنا يا ابي. شو طلع منظره بيضحك، شيء بيفرط طعم. قوم لجوا قوم لجوا، وانت حاجه تفهمني على غرفتك، وانت الثاني انت السبب، نلع لجوا كمان. وانت ما دخلك سعيد، نحن معزومين اليوم، منيح اللي انسحبت من شان ما تحط الفحص حجه. لوين معزومين؟ لبيب نجح بالمدرسه واهله عاملين حفله للاساتذه اللي عطوا دروس. وانا شو دخلني؟ مالي فاضي. لا كلها نص ساعه وبنمشي، مو حلوه. الاساتذه هن ونسوانهم والانسات هن ورجالهم. الله يخليك، نص ساعه وبنمشي. نص ساعه رجاليه مو نسوانيه. ولا يهمك، نص ساعه رجاليه. لك بنتي من وين بتروح تستادي على الحواوي؟ بحياته ما طلع بوشك واحد بيفهم. امي طيب بركي العيب مني، يعني انا عم فكر انه يمكن العيب يكون مني، لانه بيشوفوا كل البنات ولي ما بيشوفوني، مع اني مثل كل هالبنات. طيب شو رايك روح لعنده واحكي معه مباشره وحل الموضوع؟ لا ما بدي امي، اذا ما حبني هو لحاله انا ما بدي. انا بدي اتجوز عن حب. حبه تطلع بين عيوني، حدا شافك وحبك؟ بدي اعرف ليش، ما عم بفهم. شو ما عم تفهمي؟ لك بنتي 100 مرة صرت قايلتلك لا تزتي حالك على العريس، زت تقلي حالك شوي،
20 مرة صرت قايلت لك إن شاء الله إلهي بياكلوا السم الهاري، مو ضروري تاخدي لهم أكل من عنا. أمي أنا قلت لحالي بركي إذا بيدوقوا طبخي بيعجبهم، مو بيقولوا إنه أقرب طريق لقلب الرجال بطنه؟ بجوز ما عم تعجبيهم لأنهم عم يدوقوا طبخك. ليش أنا ما بعرف أطبخ أمي؟ مثل العالم والناس ما بتعرفي تطبخي غير البطاطا المسلوقة، حتى البطاطا المسلوقة بتطلع معك يا أما مو مستوية يا أما نايصة نوصة. بس كلهم عم يقولوا إنه طيبين الأكلات اللي عم باخد لهم ياهن. مالو يا بيكونوا عم ياكلوا من طبخي يا بيكونوا عم يستحوا يحكوا. يا جماعة أبو لبيب بيعتذر منكم لأنه ما قدر يجيب حكم عملي، بس بيوعدكم أنه يلتقي فيكم بمناسبة تانية إن شاء الله. يلا حبيبي لبيب. مبينين كأنكن حاشيتوا مو أساتذتوا. سعيد بعدين بتحكي. مالك شايفتيه مثل الإمبراطور الصغير؟ قديش معاش اللي نفضوه؟ سعيد معقول الحكي هذا اللي بسمعونه العالم؟ منين عم يجيبوا عملة؟ وطي صوتك. عم نطح بالليل وبالنهار نحن. تعرفي تسمعي؟ يا ريتني ما أقنعتك تجي. تعرفي تسمعي؟ ليش؟ هلا إذا انشقت فينا هالمصطبة وقعنا بالمي شو بدك تساوي؟ أجلي خيالك هلا بعدين. شو جاي على بالي شك دباجي؟ ولا قل لك لو في رنك بعمل طيارة. حنسي قدام العالم. بزمانه كنت اسمع كلابي أنا بنهر بردة أغطس بالشادر وأطلع بآخر قليط. أنت شفت لي شخصيات اللي قاعدة؟ هزب لي كلامك شوي. ما حدا سمع. شو ما حدا سمع؟ جاي الولد لهون. ما في منقذ. اجا مين؟ الامبراطور. صوتي صوتك. انا بتشكر الانسة جوانا وبقية الاساتذة يلي ساعدوني على النجاح، وبابا تقديرا لجهود الانسة جوانا كلفني اقدم هدية للانسة جوانا وبقية الاساتذة. تفضل يا انسة. الف الف مبروك، ان شاء الله منا للاعلى. شكرا انسة. لك شلون بعسيك؟ هذا ولد هاد حطيت عالك بعقله. شو ولد بالك شايفه ما شاء الله؟ سعيد شو فيها؟ ما بعرف شو فيها، بعدين نفتحها ونشوف شو فيها. بدك تفتحيها لشو؟ هلا وقتها هلا قدام العالم. طب ليه ما جاب لي إلي؟ انت درسته شيء؟ لا انا لا درسته ولا علمته، هو علم علي هلا. خلاص بس مدري شبه صاحبة البيت، ليك شلون واقفه مع ابو فتيله هاد وضايشها. هذا مو ابو فتيله، هذا شوفيره للبيك. بس كانها مقروقه شوي. اجيت. شرفتونا. الله يخليكي يا أم لبيب، تسلمي. شكرا كثير لجهودك معنا. ولو هذا أقل من الواجب. ولو خير أم لبيب، كأنك مو مبسوطة. آخ ما بعرف شو بدي أقولك يا أنسة جمعنا. خير في شي؟ ممكن تجي معي شوي؟ إيه على عيني. هلا بجي سامي. وأنا شغلتي لي بالي. شو بدي اقول لك، انت مو غريبه، كل اهل البيت بحبوكي كانك وحده منا. تسلمي، القلوب عند بعضها. ابو لبيب صاير معه شويه مشاكل ومن الصبح موقوف. خير؟ ضارب له حدا بالسياره؟ يا ريت. كان حبس لي يومين ودفعنا قديته للزلمه وطلع. الشغله اكثر من هيك بكثير. خير؟ شو هي الشغله؟ على شو بدي احلف لك انه ابو لبيب ما في اشرف منه. صادقه صادقه بدون ما تحلفي. تصوري لفقوا له تهمة اختلاس مع أننا عايشين على راتبه. لعمة لعمة على هالشغلة. حاطين برقبته 150 مليون ليرة. يا لطيف يا لطيف، ولاد الحرام ما بيتركوا حدا مبسوط. الله لا يوفقهم بجاه النبي.
ولا يهمك، بكره بيتحققوا من الموضوع وبيطالعوا براءة بإذن الله. إن شاء الله من تمك لباب السماء. امشي نطلع لبرا أحسن ما يستعوقونا. تفضلي. تفضلي. ممنوع حدا يطالع معه غرض لبرا. خير شو في؟ معنا أمر المحكمة بالحجز على كافة الأملاك الموجودات. شو مانك شايف عنا ضيوف ولا ما بتعرف بيت مين هاد؟ نعرف. شو معقولة نكون مخرطين بالعنوان؟ يا جماعة نحن آسفين كتير، أكيد في سوء تفاهم، ممكن نأجل الحفلة لو سمحتوا لوقت تاني. ما حدا يطالع معه شيء، كل واحد معه غرض يحطه على الأرض إلا إذا أثبت ملكيته له. معلم فينا نشوف هي بس شو فيها؟ ليش؟ طائي قلبي على ما أعرف شو فيها لشوف شو راه علي. هلا موات بسحب. سعيد ولا على الحكي هلا. ما فيها شيء، أنا مو ما قصة مزح يعني، من باب الفضول بس. الله وكيلك. شو رايك باخدك معي؟ برضي لك فضولك منيح؟ لا مو منيح، مين قال منيح؟ عفوا. شرف. شكرا. حنون. معلم ممكن لحظة؟ فضلي لشوف. مرحبا معلم. اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ سالم برعو. برعوت؟ نعم. ليش هيك معلمك برعطنا برعطة؟ بدي اطلب منك خدمة الله يوفقك. تفضل. ممكن تروح تشوف لي شو فيها العلبة لأعرف بس شو راه علي. طولي بالي إذا سمحت. نعم. عم تمزح حضرتك؟ تمشي ولا أشحطة؟ نعم نفس النتيجة بس غير أسلوب. لا بمشي. يلا ما خلينا إياك يا رب. أهلا وسهلا. نحن تبرعطنا بشو. لك شو بهون؟ لك دي سلي شو قالوا لك الجماعة؟ موقفين جوزة. ليش موقفينه؟ الله لا يوفق أولاد الحرام، ملفقين له تهمة اختلاس. اختلاس؟ يعني مو مبين انه مختلس. هلا كل واحد الله منعم عليه بيكون حرامي. لك الشغلة مبينة، إذا عاجبينك لا تلاقي لهم حجج. منين لك كان جايب هذا الزلمة كل هالأملاك؟ منين؟ عايش على راتبه؟ شو بيقبض بالجمعة مليونين ليرة هاد؟ مبينة كله اختلاس ورشاوي. سعيد لا تحط حدا بذمتك، الجماعة أوادم. ما شفت قديش نفسهم كريمة؟ ما شفت قديش شارين هدايا؟ ايه شو فارقه معه؟ شو عم يدفع من مال اللي خلفه؟ بيسرق له مليون بيجيب هدايا بعشر ورقات، شو يعني؟ هو شو بيشتغل؟ ما بعرف، ما حدا حكى لي، بس مسؤول. مسؤول شو؟ ما بعرف. مسؤول؟ الله يعطيني عافية. راتبه. يا سوسو. شو في ابن عمي خير؟ اترك الجري، هلا مو وقت الجري. لخلص من ايدي بيجي. يا سعاد ما بصير كمان انت تضلي طول النهار بالمطبخ وانا قاعد لحالي. اجيب لي جلايه اوتوماتيك بحط الصحون فيها وبقعد جنبك يا عمري. مو على راسي. بكره بس يصير معي مصاري بجيب لك جلايه اوتوماتيك اخر بديل. بكره؟ ايمتى بكره؟ بس تصير التاكسي تنتج. إذا بدنا نعتمد على التاكسي معناها بدنا سنين لحتى نجيب جلاية. لو كنتي محلي شو بتعملي؟ مو بس بجيب جلاية، بجيب ساتلايت وفيديو. طيب فرضي حالك محلي، منين بتجيبي مصاري؟ هاي الأرض اللي بصحنايا، بيعها شو بدك فيها؟ بيعي العشر قصبات مشان اشتري جلاية وساتلايت؟ لا، مو بس مشان هيك. مشان شو كمان؟ صحابين البيت اللي ساكن فيه أبي عارضينه عليه يشتري، ليش لحتى ما ناخده نحنا؟ شو بدنا ناخده نعمل فيه؟ منبيعه الطقطقين ونربح لنا شي 200,000. شلون بدنا نربح فيه 200,000؟ البيت بيسواله 500,000 وأبي مستأجر قديم، يعني صحابين البيت مو مستفيدين منه شي، مشان هيك بدهم يبيعوه اياه بنص حقه. خلص، أول شر بيجيني للأرض ببيع، وتاني يوم بيكون عندي كل شي طلبتي بس على شرط. شو هو الشرط؟ بتضلي قاعدة حدي هون وبتترك المطبخ. ايه انا مستعدة اقعد قدامك طول العمر، مو بس هلا. اي روح تنفرجي ان شاء الله يا رب. خلص خلص تحت المقابلة. ايها الضيوف الاعزاء، يا رجال الاعلام والصحافة والفكر، يسعدني ويسرني، بتكفي يسعدني، أن أرحب بكم اليوم في هذه المناسبة الكبيرة المتمثلة بتدشين هذا الصرح الشامخ الذي يشكل علامة بارزة في تاريخ شعبنا.
لا شو علامة بارزة، كلها شقفة ساحة، بتطلع الإنجازات الثانية كلها صغيرة. إلا أحسن هذا الصرح الشامخ الذي لا يشكل إلا علامة صغيرة من ضمن العلامات الكثيرة التي يزدحم بها تاريخ شعبنا. هيك تمام مبين كأنه وصلنا للمريخ. أيها الحفل الكريم، يسرني أن أتوجه بالشكر العميق إلى أولئك الجنود المجهولين ذوي السواعد السمر المفتولة التي مو منطقية. هي معقول واحد من فوق يشكر واحد تحت؟ لا هينا نخليها فيها إطراء، يعني نحسسه أنه عم يمننه، يعني أثني. إيه أحسن. يسرني، لا مو يسرني، أنتهزوا أنتهزوا الفرصة لكي أثني باسمي شخصيا وباسم أسرة الوزارة على الجهود المضنية التي بذلها أولئك الجنود، أولئك الجنود المجهولين ذوي الوجوه السمراء التي لوحتها الشمس. نعم لوحتها الشمس، شمس بلادنا الجميلة، وذوي الجنود المفتولة التي تربت على العمل. وإنني أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر باسمي وباسمي. سعيد لك شو عم تعملوا هون انتو؟ لك انت شو عم تعمل؟ شو صاير لك؟ لا لا ما في شيء، فوتوا ناموا، فوتوا ناموا. بابا شلون بدنا ننام اذا عم تفقع لنا خطاب كل شوي؟ خلص ما بقي ولا خطاب، فايت نام انا كمان. وشهقة انت الثاني، فايت نام، يلا فوتوا على غرفكم، فوتوا. أبي قرر يشتغل وزير. نقشت معك يا نايحة. هلا بدك ترد علي ولا لا؟ شو القصة؟ فهمني، صار لي ساعة عم بسألك. ما في شيء، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ ليكون شغلة الفحص مأثرة عليك. وين راح مخك لبعيد؟ شو جنيت أنا لتأثر علي شغلة الفحص؟ لكن شو القصة؟ صار لك ساعة قاعد برا عم تحكي مع حالك وتلقي خطابات. جمانة، القصة اللي صايرة معي فيها سر، ما بدي حدا يعرفه. سر شو؟ هذا يا ستي كلفوني بكتابة خطاب للسيد الوزير. خطاب شو؟ اسمعي لقلك قبل ما احكي لك بالتفصيل، هذا سر، والسر اذا جاوز الاثنين شاع، خصوصا اذا واحد حكى لمرته، لانه مرته على طول اذاعه متنقله. هذا السيد الوزير عنده مناسبه تدشين، اللي بيكتب له الخطابات بعثوا له العلاج لبرا على حساب الوزاره، انزنقوا بدون حدا يكتب الخطاب والتدشين قرب، قاموا طلبوا مني هالشي. شلون وصلوا لي ما بعرف. يعني شفته للوزير؟ شفته بعينك وحكيت معه؟ ليش الكذب؟ ما راح اتمنفخ واقول لك ايه. شفت السيد مدير مكتبه. ايه؟ راح ياخذك لعنده؟ لك شو ياخذني لعنده؟ هلا لانهم مزنوقين بالخطاب بعثوا لي خبر، بكره بيرجع هذا اللي عم يتعالج برا على حساب الوزاره وبرجع انا عادي، ما بعود اوتوماتيك. اذا عجبه الخطاب اصلا. معناها عمل جهدك يطلع الخطاب مرتب، بركي على يد الله ويد هالوزير تتحسن احوالنا. وشلون بدي امشي حالنا؟ على الخطابات ما بيدفعوا مصاري، بالعكس بيستنوا للواحد على غلطه. عالناعم. واذا عجبوا الخطاب احتمال ياخذك بدل هداك. لا لا جمانة، ادعي لربك ما ياخذني لعنده، قصدي يعني ما ياخذني السيد الوزير لمحل هداك. هلا بالدائره مزبط اموري، فوت امتى ما بدي، بطلع امتى ما بدي، الاجازه شغلتها ميسره، بس بالوزاره سجن. سجن وتطخاي، بدي ضل طخي، ان فات السيد الوزير بدي طخي، وان طلع السيد الوزير بدي طخي، يعني ثلاث شهور ديسك. بس احتمال مثلا تدبر لك شقة بشي جمعية، إذا بعناها بتنحل كل مشاكلنا، واحتمال تدبر لك شي نمرة سيارة، واحتمال تدبر حالك بكم سفرة لبرا، واحتمال يبعتك بعثات ومهمات، واحتمال السيد الوزير يطلع له جناحات ويطير، يا اما يطيروا. لوين بيطير هو؟ على وزاره تانية. بس انا شو بصير فيه؟ بيطيروني لعندك مقصقص وبلا جناحات، عم بحبي حبيب. عم تتمسخر يعني؟ لا لا ما عم بتمسخر، شو عم بتمسخر؟ قومي بخبخي من هذا اللي بيعطس لي مناخيري وزبطي شعراتك، انتكشوا لانه مو حلوه بنت الابريه، انت لازم تكوني مزبطه. رح نام انا، واننا في هذه المناسبه العظيمه.
نعمل تبادل بيننا وبين شؤون الموظفين. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني حضرتك بتروح لهونيك وعصام بيجي لهون. ما بحسن، خلص صرت هيك بتعود عليكم انت وسعيد، ما بحسن. اي مو مشكلة، خذ الاستاذ سعيد معك وبيجي الاستاذ تيسير لهون، هيك ما بتغير جو. صباح الخير. صباح النور. انا سأفتكر المدير بدك. بأي حق بتنادي لي افتكار وليه؟ أنا اسمي بالهوية وعند الدولة سناء، فهمتي ولا لا؟ لك سناء سناء فهمنا، شو دافع شي من جيبتي؟ أنا المدير بده إياكي. شو بده مني؟ ما بعرف، ما كان يقول لي. الظاهر شي مهم، أول مرة بيخبي عني. إيه سبقيني، تضربي أنت وهالشعرات مثل شبشير الدرس، سبقيني. صباح الخير. صباح النور. والله راي صبحك بالخير أنت التاني. شبه الشليمونة مقروقة، كأنه فايتة بالحيط. نكدة. شو شبه؟ ما بعرف. منكودة من على بكرة الصبح، هيك مزاجها مفقوس بالظاهر. نصور قالت لي شو رأيك انه يعني شو رأيي انه انا يعني انتقل على شؤون الموظفين بدل الاستاذ عصام. قال والاستاذ عصام يجي لمحلي، واقترحت كمان انه انت تنتقل بدل الاستاذ تيسير على شؤون الموظفين، واستاذ تيسير ينتقل بدلك. صحيح انت شو عم تساوي هون؟ مو على اساس انت بتحصل البكالوريا؟ منين بتنطفي انت؟ منين بتنطفي؟ بتكرم كر كله؟ مو انسحبت من الفحص انا؟ لا لا تقولها. ليش؟ ما بعرف نين بيجيبوا الأسئلة. بعدين مليت من هون للسنة الجاية فرج ورحمة. يكون بعلمك ما بيحق لك، انت ما عم تشتغل بقطاع خاص حتى تغير وتبدل على كيفك. يكون بعلمك الأمر جاي من فوق، أنا ما دخلني من فوق. ما حدا بتفرق معه مين تعين مدير ذاتية ومين ما تعين مدير ذاتية. هي الشغلة شغلتك لأنك أنت بتكرهني. يشهد الله أنا ما بكره حدا، لا أنت ولا غيري، بس هلأ تلفلوني من الوزارة وحكوا لي هالحكي. أنا رح أوصلها لابن خالتي فارس ورح خليه هو اللي يتصرف. فارس ابن خالتك ما بتطول إيده كتير لفوق، ما بيقدر على أشخاص من مستواي. بعدين تعيين سعيد اجى على اثر لقائه مع السيد الوزير، فنصيحتي ما تورطي ابن خالتك بالموضوع. ها، ومن امتى صار سعيد على مستوى وزراء؟ ما بعرف، انا اصلا ما خبروني انه السيد الوزير طالبه، بس انا عرفت من غير محل. مني على غير قسم. يستر على اختك يا عاصم، مثلا على شؤون الموظفين. ما تحطني تحت ايده لسعيد ولي. بعدين بيعتبرها مقصودة. ايه اصلاً انا متقصدتها، انا بدي اياه يعتبرها مقصودة. ما دخلني. اتفقي انت وحدا من شؤون الموظفين وانت وسعيد وانا بوقع، ما عندي مانع. سميرة. حاجة سهيل، لك ما داخلك بالتختيم؟ ما تعبت طول الليل عم تطح بهالكازينو وفيك حيل تختم كمان؟ شو بدي ساوي يا سعيد؟ شو بدي؟ وراي شغل كتير، لسه وراي يمكن شي 800 بطاقة غير هدول. هلا وقف لي التختيم وخليك معي، قلي لشوف شلون الوضع بالكازينو. زفت الوضع بالكازينو. يمكن لولا هال 200-300 ليرة اللي عم نطالعهم كل يوم بخشيش كانت العيشة ما بتنطاق. ما في حدا بيحترمنا يا رجل، عايشين بلا احترام. انا مشان هيك بطلت، مو لانه ابن حماي هيك بده. شو بدي اقول لك؟ ماني عارفك شو بدي اقول لك. طب ما في هيك شي شغله تقدر تدبر لنا اياها هيك فيها نفع اكثر وزل اقل؟ في حوالي شغله بس بدها نفس طويل شوي. نفس طويل؟ مو غطس اكيد. لا تكون تهريبها. لك لا شو تهريب؟ اصلا ما بقدر اقول لك عليها لحتى شاور الشباب. أنا حتى لو تهريب بشتغل، بس بدي شغلة مثل العالم والناس نتردق بقى منها وما يكون فيها ذل. سعيد عم تعمل مؤامرات بالوزارة ما هيك؟ مؤامرات إيش؟ اجدب أنا شوف، يعني قال ما بتعرف. طب قولي لي عن شو عم تحكي لقلك إذا كنت بعرف ولا ما بعرف. يعني بالشوم عليك، بدك تطلع على كتاب زملائك بالوظيفة ما هيك؟ لك عيني أنا على الدرج بالزور بطلع لأطلع على كتاب زملائي. اسمعي افتكار خانم، أنا رحت على الوزارة بطلب شخصي من السيد الوزير، ولو ما طلبوني شخصياً بحياتي ما بخطي لهني. خلصنا بقى سعيد، خلصنا. بدك تقنعني إنه السيد الوزير كتير مهتم مشان يعين رئيس قسم الذاتية هون بالدائرة عنا؟ شلموني خانم، أنا ما عم بفهم عليك يا، وضحي لأفهم. باختصار، روح قعد على طاولتك وخليني أنا أقعد على طاولتي وخلصنا حلنا من هالقصة بقى. لك عيني هي طاولتي وهديك طاولتك، شبك؟ أي حاجة، حاج تجدبها سعيد، حاج تجدبها. قال شو؟ عامل لي حاله ماله عرفان انه تم تعيينه رئيس قسم الذاتية عنا بالدائرة هون. عم يشتبه مفكرنا انه نحن اغبياء انا وياك.
مين؟ مين؟ سعيد؟ سعيد تم تعيينه رئيس قسم الإس؟ الإس؟ بدي أسرق لك ضغوطة، بدي أسرق لك ضغوطة مع إني أنا ما بعرف ضغط أبداً. طبيب قلبي يا سعيد، ألف مبروك، ألف مبروك. العين تطرقك إيه؟ إيه؟ راح لعب لعبة مدري شو هي، قاموني وحطوا محلي عم تصغر. ومن إمتى الحكي؟ حاج حاج سعيد حاج تخشمن حالك، لعبتك صارت مكشوفة. ايه يلزم حدودك عسلك، انا ما حدا بلغني شيء، عم تفهمي؟ لسه البريد ما وصل، بس يوصل البريد ببلغوك، بلغوني إلي قبلك مش مشان ما اصدق. بكافة الاحوال اخت افتكار نحن منضل اخوة، مين ما كان فينا الرئيس ومين ما كان المرؤوس منضل متعاضدين متكاتفين، وانت بضل الك احترامك واحترامنا لخبرتك وتجاربك، ونحن العرب مشهورين بالوفاء لبعضنا وبركوب الخيل والسباحة والرماية، وما ننبوه ببعضنا نحن بنوب. حاج حاج سعيد حاج، هلا بطق لك شي عرق، اصلا انا اختصرت الطريق عليك وعلي وطلبت انه ينقلوني على غير قسم، ارجو انك توافق. معلش يا أنسة افتكار، قد ما تلفظتي بألفاظ سوقية ما رح انزل لمستواكي وجاوبك، رح ضل بحبك وما بستغني عن خبرتك، وبحب خبرك انه هاي طاولتي وما بغيرها، بتضل طاولتك هنيك وبتضل هاي الارمة اللي قدامك مثل الكوشان بتضل عندك، فهمتي؟ قتلني الجوع، شو لين انت بدي استنى انا؟ خلص خلص، هلأ بنزل بجيب لك شاورما. ما في غير الشاورما؟ ايه طلعوا تروحي من الشاورما. خلص مو مشكلة مو مشكلة، هلأ بنزل بشوف شو جبلي. اتصل تليفون جبلي وجبة. خلص خلص هلأ بنزل بشوف بركي وجبلك، بس شو الوجبة اللي بدك اياها؟ ايه شوف في عندهم وجيب، ضروري شربت كل شي بالمعلقة يعني؟ خلص مثل ما بدك على راسك. شو يا شبه هاي، ليش هيك عم تأمر عليك؟ مو خطب بغيبتك؟ على فكرة ما حق تشحيط، أنا محلك بترك هيك إنساني قبل ما توقع الفاس بالرأس. أنت لازمك وحدة مو الطعمية هي الطعميك، مو الدارية هي الداريك، وأنا بصفتي رئيس قسم معين بدون الشكليات بنصحك هالنصيحة، وهيك مخلوقة مو بعيدة عنك أبدا. رغم أني زعلانة منك، بس هذا ما بيمنع أنك تقبرني وتكفني وتشكر قاسي، وما تبلى هالجعصة ولا تخ ولا تنخ، وما تبلى كلمة الحق وقت تطلع من بين شفايفك، لك جواهر ودرع، لك تقبرني. رجعها رجعها لهديك رجعها. هيك بحبونا البيض النبتة بتحتي. شاطر شاطر شاطر. جرس الظهر ألعن من جرس الصبح وجرس الليل، أكيد في وراء بلوي. يا ساتر. مرحبا منصور. أهلا أخي أبو سعود، حماتك بيضت. ليش شو طابخ؟ طابخ بيض. شلون طابخ بيض؟ قصدي علي بيض. هات 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 الخبز المعمر هذا والحمي. تضرب حماتي على المحبة، ما اشتقت لي غير بيض مقلي. بلوصل كرسي لهون انقصوا. يلا. كل مرة بقول لحالي بدي أطبخ طبخة مثل العالم والناس، بس ما بيجي على بالي لأنه لحالي. معي أساس أنت بتاكل عند لما، شو حدا ما بدأ؟ لك إيه، بس عم بقلب قدر كباية من كتر ما رحت لعندهم. ولا يهمك خالي، بعد كم يوم تصير مفتح تطبخ لك ترجع عذب لي. إني حسبتني التكاليف. بس أخي سعيد أنا بدي أعرف منين بدك تجيب المصاري. ولا يهمك، أنت قلي قديش بدك بعد كم يوم بيكونوا عندك؟ يعني أنا تقريبا بدي شي 50,000. بسيطة، بعد كم يوم المبلغ عندك. لا اخي سعيد مع هيك انا بدي اعرف مين بدك تجيب المصاري. بس خاف اكيد ما رح اسرقهم. ايه بس انت ما معك. لا اخي شو بدك؟ مين انت تشحني معي ولا ما معي؟ طيب اخي سعيد من وين بدك تجيب مصاري؟ هو علينا نفتح الموضوع خلص. قول قديش بدك بكونوا عندك. اخي سعيد اذا المصاري بدها تساوي معك مشاكل يا اخي بلاها. انا ما بيهمني. بهمني ان المصاري تحل لك موضوعك وخلاص. انا موضوع؟ لك موضوع ايش بدك شباب؟ اخي سعيد اذا المصاري برد بقول لك بدها تساوي لك مشاكل يا اخي بلاها، مشان الله بلاها. ما في بتصير. بدك شيء؟ سلامة عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام. بابا
شاطر شاطر شاطر. لك بنتي طولي بالك، كثير في ناس بيرسبوا، وإذا ما في فشل ما في نجاح. بس أنا درست كل شيء، حتى حروف الجرح حفظتهم محلاته. ما في مشكلة أمي، ما في مشكلة، سنة من سنة قريبة، بالعكس ترسبي هلا أحسن ما تجيبي علامات قليلة. ما بعيدة، أنا ما بعيدة، حتى إذا بدي أترك العلم كله، جوزوني سمير ابن عمي وأخلص. هالموال بتشيليه من راسك، بدي إياكي تاخدي البكالوريا وتسجلي طب، حتى لو عبتيها 10 سنين مثل أبوكي. بعد 10 سنين ما حدا بياخدني. سلوى، أنا بدي أفهم شغلي، أنت مزعوجة من الفحص ولا مستعجلة على الجواز؟ مزعوجة من الفحص. معناها شغلة الجواز لا بقى تجيبي لي سيرتها بنوب. لك بنتي شو عم نحكي صرنا ساعة؟ ابي لحظه، تعال خلصني. شو عم تساوي؟ يلا يلا ابي لحظه. شو لحظه؟ شو عم تساوي؟ عم بلبس. ابي عم بلبس. هيا ايش عم بلبس؟ مو قافله. دقيقه دقيقه، ابي عم بلبس بس عم غير اواعيه. ستار، شلون فحصك؟ ممتاز ابي ممتاز. واخوك حسام شلون فحصه؟ ممتاز ابي ممتاز. وينه هو؟ ممتاز ابي ممتاز. عم بسألك وينه؟ هلا هلا ابي بيجي هلا، ما بيطول. ايه؟ بدك شي ابي؟ يلا بلبس وبطلع لعندك، ما بدي اخذ برد. يلا ابي استناني. هلا بروح بيقضي مشاويره بايام الفحص. بابا دعت اخلاقي وطلعت غير جو. شلون فحصه؟ ممتاز بابا ممتاز. اليوم كان احسن يوم كل 3 سنين. عفارم عليك. ليش تاخرت؟ مريت لعند منصور مشان العرس. هلكتني هالبنت، عوفتني دمي. شبهها؟ كل يوم بتجي مضروبه بالفحص وبتعمل لي مناحه. امي كل البنات هيك، بدهم حجه مشان يبكوا، عندهم زياده افراز بدموع. فوت ادرس بغرفتك انت. امي ضايق اخلاقي، هلا فوت بدرس بعد شوي، استراحه اعتبروها. فوت دروس، بدي احكي مع ابوك بموضوع. هلا كل ما بدكم تحكوا بموضوع بدكم تزربونا بأوضنا. امي في محل تفوتوا منه انتو. بس ولا بس امك تحكي ما بتناقشها، بعدين مو محل منفوت منه، محل منفوت له، فهمتوا؟ لا حاضر بابا. يلا يعني انتو عودتونا على الصراحه، واذا حكينا الصراحه بتبهدلونا. تحكي الصراحه بتهذيب، وبعدين بتقول حاضر بعد الصراحه. روح على غرفتك. حاضر.
على فكرة الولد معه حق، نحن عندنا محل نحكي فيه. شرفي سعيد؟ آه. عاد شوي بدي أحكي معك موضوع. خير، شو الموضوع؟ أنا اللي حسيته إنه كل هالبكاء مو من شان الفحص. لك عم شان شو؟ سلوى صايرة عم تفكر بالزواج، وبصراحة أنا خايفة. شي طبيعي إنه البنت تفكر بالزواج، شو اللي مخوفك؟ يلي مخوفني إنه ما عم تفكر بعقلها، مو فارقة معها مين الزوج، المهم زوج. وشو عرفك إنه ما عم تفكر بعقلها؟ صار لك كذا مرة بتقول جوزوني لسمير ابن عمي، مو سمعت إنه أولاد أخوك حكوا؟ لك يا جمانة، بجوز الشاب عجبها، كل بنات فترة المراهقة بصير معهم هيك. ما بتطيقه، بس شلون بدي اشرح لك؟ جمانة، يكون صاير شي شغلة وعم تخبيه عليها. لك لا، مو صاير شي، بس بصراحة البنت نضجت، فهمت بقى؟ أكيد بدها تنضج، ولا بدك إياها تضل طفلة كل عمرها. شو بنا سعيد؟ بدي شربك إياها بالمعلقة يعني؟ جمانة، شبك عم تحكيني كأني رجال غريب؟ حكي معي بالمشرمحي، فهميني شو بتقصدي من كل اللي عم تقولي. سعيد، بصراحة البنت بريئة كتير، ما بتفهم شي، يعني ممكن تكون لقمة سائغة لأي ابن حرام ما عنده شرف. وعيها، فهميها. شلون؟ ما أنا مشان هيك عم بسألك، بدي أعرف كيف بدي أعالج الموضوع. احكي لها قصص عن بنات صار معهم حوادث من هالنوع. ما بعرف ولا قصة. لك ألفي؟ ما بتعرفي تألفي؟ ما بعرف. طيب بكرة بجيب لك جرايد أنا، بتفتحي صفحة الحوادث وبتقري فيها، تحكي لها نفس القصص بس بتبهريهم شوي لحتى تنتبه وتوعى. كمان أنا بدي أعلمك، لك عم تربي أجيال أنتي. على بطل من هذا.